وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كنيو ندي كسو قدبنيو دكسيني جولدن ما ددي التربيع وقلاسكي شنات عشر كنيو وحاي نوج جوكتي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة كسو ورنا حكم كايلي ذا هاي وحكالون كسو ورنا شروط صحة صلاة الجمعة. صلاة الجمعة وحيابها يكون صحة الشرط قل قدوني أفر بأنه أقول شيء الوقت حضور الجمعة الاستدانة أن تسبق بخطبتين سداس أياب أنه أقول شيء هل قوى حين نكور من صفة صلاة الجمعة صفة إلى هذا صلاة الجمعة دو. صلاة الجمعة مركز اللي تكون يصفين كإلى هذا أياب أنه شيء صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الفجر يجر الإمام فيهما بالقراءة ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الأعلى وفي الركعة الثانية سورة الغاشية. مستحبات الجمعة: يستحب للمسلم يوم الجمعة أمور منها الاغتسال والتنظيف والتطيب واللبس أحسن الثياب عند الخروج للصلاة، الذهاب إلى الصلاة مبكرا، والذنوب من الإمام، قراءة سورة الكاف، إكثار من الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة ركعتين أو أربع ركعات بعد صلاة الجمعة. قيبا سوك والرميا صلاة الجمعة صلاة الجمعة ركعتان ولا بركعة كصلاة الفجر صلاة الصبح ولا متاعي صلاة الصبح أنا لبرك عود بلت كذا صلاة الجمعة أنا لبرك عود بلت كذا يجر الإمام إمام قراءة كربو قاضية فيهما لبرك عود بالقراءة قراءة يعني إمام كم مركا والجمعة تجنيو قراءة هو سو آخر ما يه كربو دواقية وركو دواقية. صلاة الجمعة صلاة الجمعة ركعة ثانية ولا برك عذوت كصلاة الفجر صلاة الصبح وكلا يجر الإمام إمامك كربه قاضي يا فيه ما لبض رك عذوت بالقراءة قراءة ويصن وحل السنية أن يقرأ إنه آخر إمامك في الركعة الأولى ركعة الظهر بعد الفاتحة فاتحة كذب سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية ركعة الله بعدنا وحوا كريا سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية تاسع سنة صلاة الجمعة هو على برك عضوت سيدة صلاة الصبح وكلا إمام كنا قراءة كرو قاضية وحلو سنة يلو آخر ركعة الظهر مركو فاتحة لما يو سورة الأعلى وحويان سبح اسم ربك الأعلى ركعة الله بعدنا وحوا كريا سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية. مستحبات الجمعة مستحبات الجمعة جمعة وحيابها لو سنية يا مستحبات كي ونأكسن الله سمعيه. يستحب وحل سنية للمسلم قفك مسلم كا يوم الجمعة مالك جمعة أمور وحيابه من أوحى كم ذا الاغتسال إنه صوم يرضى والتنظيف إنه سنظيفيه والتطيب إنه سسود قوني عدر صوم رصده واللبس أحسن ثياب نركي سوقو ونأكسن إنه حدو نركو قوة نأكسن وحوق في عم بلاد هذا البيت نرك عدعد عند الخروج للصلاة صلاة مركو بحيو الذهاب إلى الصلاة صلاة الجمعة وين تقوم مبكرا هري وين تقوم والدون من الإمام إمامك وين دواده قراءة سورة الكاف سورة الكاف إنه آخر يوقفكم مركو قرانا يو إنه آخر يو الاكثار من الدعاء بريضة إنه بضيو إنه إلهي مارتي بريضي سبضيو وإلهي وعويديستو الصلاة على النبي النبي إنه صلي النبي بضيو صلى الله عليه وسلم صلاة الركعتين لا برك عددين وتكذو أو أربع ركعات أفر ركع عددين وتكذو بعد صلاة الجمعة صلاة الجمعة مركز لقب حنا أما لا برك عدد السنة تكو أما أفر ركع عدد السنة ينتكذو وحيا بقى لو السنة يوحى كمدة على اكتسال قف كنو سوا ما يدغو ما يدي جيب على بقى يوطن وطن ضيف إنه سأد السنة ضيفيه تضيب إنه سدقونيه وعذر سامر صدوس سدقونيه حديث فاكتب من ضمان ولبس أحسن الثياب نركي سوغو ناكسن إنه سوغ الشد عند الخروج إلى الصلاة صلاة مركو صباحي الذهاب إلى الصلاة صلاة وينو تقو جمعة مبكرا هري وينو تقو الذنوب من الإمام إمامك وينو دواده قراءة سورة الكاف سورة الكاف وينو آخريه الإكثار من الدعاء الدعاء وينو بضيه هي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قفك مالك الجمعة أما هبينك الجمعة يوصل لي أنا قابل جوابه
cajiib weyaan, fadlaayil fara badan bay leedahay. salaatu ragcatayn laba ragcadood inuu tukado aw arbac ragcaatan ama afar ragcadood bacda salaatu ljima salaada jimca markuu ka baxa kadib waa inuu ama laba ragcadood tukado ama afar ragcadood inuu tukado. bal su-aalaha aan eegno, su-aalaha waxaa lagu yidhi maa xukmu salaatu ljimca, salaada jimcaha xukunkeedu muxuu yahay? waayo waa fardul kifaaya, wa calaa man tajibu yay ku waajibtaa dadkii ku waajibtay oo horaan soo dhiganay, addakaru albaaliqu almustawdin waa kii ahaa. ma daliilu wujuubihaa, maxaa u daliilay waajibnimadeeda? aayadda qur-aanka laakiin la qori maayo, yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nudiya lasalaati min yowmi aljumcati fascow ilaa dikri illaah. maa hiya shuruudu sixati salaatu ljimca, salaada jimcaha waxyaabaha ku ansaxaysa ayaad sheegaysaa waa afartii: kow alwaqtu, laba xuduuru ljamaaca, saddex alistidaana, afar an tusbaqa bikhudbatayn. udkur bacda mustaxibaati fi salaati ljumca, salaada jimcaha waxyaabaha mustaxibaadka wax ka sheeg, mustaxibaadkoodu waa kan, halkanay kugu qoran tahay: aliktisaal watandiif watadayub walubsu axsana siyaab cinda alkhuruuji lasalaat aldihaabi ila salaati mubakiran wadanuu min alimaami iqraat suurat lkaafi alikhtaaru min aducaai wasalaatu cala nabiyi salaatu ragcatayni aw arbac ragcaatin bacda salaatu ljumca, waa ta halkaa kugu qoran. man aladii laa tajibu calayhim salaatu ljumca, salaada jimcuhu yayna ku waajibin: almusaafir waalmariidu waalnisaau, kuwaasoo dhan dee intaasoo dhan waad sheegaysaa. qaybtan kale waa buuxbuuxi, casharka intaad eegto ayaad ka buuxinaysaan insha allah. casharkiina halkaas ayaanu ku soo koobaynaa. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu.